الاتحاد السعودي الحالي ممثلا في المسؤول عن تتويج الأبطال لم يرد أن تنتهي المهمة إلا ويسجل موقفا ضد التعصب، التعصب الذي عم الشارع. فكر ففكر فقرر، السؤال ماذا قرر؟ امنحوا الهلال ميداليات النصر ومنحوا النصر ميداليات الهلال، ويبتسم الجميع ويقهقه تويتر وينسى التوثيق وتبعات التوثيق ويصرف النظر عن الانتخابات، فهم أصبحوا يسبقوننا على صدور الصفحات. قال المعد قبل الهوى لعله خطأ وغير مقصود، أقنعني المعد، ولكن خرج سؤال من شال الكرتون المرسل لنهائي الهلال وأرسله لنهائي النصر، حققوا مع الكرتون ومع من شال الكرتون والشطرطون. كانت الخطة على الهلال تجميع ميدالياته ويذهب بالكرتون للنصر، وعلى النصر أن يعيد كرتون الهلال للهلال، عندما تصبح الميداليات كراتين يا سادة. السلام عليكم.